فعشان كده انا بقول لحضراتكم لازم نقف ورا فريقنا. اللي يلعب يلعب، والله ما فارق معايا، اللي يلعب يلعب والمدرب يحطه يحطه، اي حاجه تتعمل تتعمل، ولكن المسانده والدعم واجبها خلال هذه الفتره فقط لا غير. مفيش اي حاجه، مش هنقول اي حاجه تانية. الف سلامه على علي معلول، على دماغنا وبنحبه، وهنقول لحضراتكم كل تفاصيل الموضوع، ولكن علي نجم كبير، واحد من الفرقه. الف سلامه عليك يا علي، وهنفضل في ظهرك وهنفضل مساندين. ولكن عندنا ماتش نهائي افريقيا يوم الجمعه القادم، السبت القادم، انا اسف، واحد من اللخبطه. فعشان كده بقول لحضراتكم الف سلامه برضو على علي معلول، هذا النجم الكبير اللي يستحق مننا كل وقفه وكل مسانده وكل دعم. على فكره في مثل هذا التوقيت احنا محتاجين حاجتين، ان احنا ندعم النادي الاهلي وفريقه عشان نقدر نفوز ببطوله افريقيا ونسانده، وندعم علي معلول ونسانده، لانه الاصابات في مثل هذا الوقت بتكون صعبه. الاصابات في مثل هذا التوقيت بتكون صعبه. كل الدعم والمسانده من كل جماهير النادي الاهلي، واعتقد من كل جماهير مصر، للنجم الكبير علي معلول. طيب خليني بس قبل ما اكمل كلامي في هذه الامر، في هذا الامر، عايز اقول لحضراتكم ان نادي الزمالك استطاع ان يفوز، كم يا شباب، استطاع ان يفوز على نادي نهضه بركان في نهائي البطوله الكونفدراليه، ويفوز على نادي نهضه بركان بهدف مقابل لا شيء، احرزه لاعب نادي الزمالك احمد حمدي، وبكده الزمالك بطلا لكاس الكونفدراليه. مبروك لنادي الزمالك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي يوم السبت القادم على الفوز بالبطولة الإفريقية، وتكون كرة القدم المصرية هي الأعلى والأهم خلال هذه الفترة. زي ما كابتن حسام حسن كان بيقول، الزمالك فاز بالبطولة الكونفدرالية، والأهلي بيصل للمرة الخامسة على التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأهم والأصعب والأقوى في أفريقيا. معروف أن دوري أبطال إفريقيا ثم البطولة الكونفدرالية. انت عندك اللي بياخد البطوله الكونفدراليه نادي مصري، نادي الزمالك، الف مبروك مره تانية. ولكن يتبقى النادي الاهلي اللي عامل انجاز تاريخي للمره الخامسه على التوالي. تخيل حضرتك، خمس مرات، خمس مرات بيصل للمباراه النهائيه. فكره القدم المصريه في افضل حالاتها من ناحيه البطولات الافريقيه. أرجع تاني بعد ما هنيت نادي الزمالك على الفوز بالبطولة الكونفدرالية، أرجع تاني للنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم. أنا آسف جدا إن أنا بقول هذا الكلام، ولكن صدقوني أنا ما أحبش إن يحدث من بعض من لا يشجع النادي الأهلي مثل هذه الأمور، لانه النادي الاهلي يستحق مننا اكتر من كده. هتقولي انت مالك يا اسلام؟ انا والله ما زعلان، ولكن نفسي ان شاء الله يوم السبت القادم بال 50 60 الف ولا الساعه الرسميه اللي هيتم الاعلان عنها خلال الايام القادمه تكون موجوده. نفسي نفرح، نفسي نتبسط، نفسي نبقى سعداء. عندنا فريق هو الافضل في افريقيا، عندنا مجموعه من اللاعبين هي الأفضل في إفريقيا، عندنا لعيبة تقدر تجيب البطولة، عندنا مرة تانية فريق يقدر يجيب البطولة، عندنا مصطفى شوبير، عندنا رامي ربيعة، عندنا مروان عطية، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا علي معلول، عندنا محمد هاني، عندنا كل الإمام عاشور، عندنا كل اللاعبين اللي موجودين الحقيقة، أكرم توفيق، بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي، أفشة، كل اللعيبة اللي موجودة الحقيقة، كل اللعيبة اللي موجودة. فالحقيقة حاجات كتيرة جدا 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 تهم كل الأهلاوية. هنفضل مساندين وهنفضل داعمين،
واللي عايز أقوله لحضراتكم يا جماعة مرة تانية وأخيرة، أرجو من حضراتكم المساندة والدعم للنادي الأهلي خلال هذه الفترة. خلاص نادي الزمالك استطاع أن يفوز بالبطولة الكونفدرالية، وبالتالي مش عايزين بقى خلاص البطولة انتهت، عايزين نخش بقى. يعني طبعا الزمالك وجمهوره هيفرحوا ويتبسطوا، وحقهم طبعا يفرحوا ويتبسطوا البطولة الكونفدرالية، ولكن عايزين بقى كل جمهور النادي الأهلي نركز مع النادي الأهلي، إن شاء الله ربنا يكرمنا في الأيام القادمة. وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم حد اتنين النهاردة، الحد، الاتنين، التلات، الأربع، الخميس، الجمعة، إن شاء الله يوم السبت ربنا يكرمنا بأداء بطولي ورجالة النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، هنقدر إن شاء الله نوصل إن احنا ناخد هذه البطولة ويبقى كرة القدم المصرية في العلالي. وبعد يوم 25 لينا كلام تاني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أرجع أكمل مع حضراتكم مرة تانية.